أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حوار الأسبوع والتي تأتيكم من القاهرة عبر شاشة CNBC عربية، ومعي أنا ياسين البهاري. في هذه الحلقة نفتح الكثير من الملفات حول السلع الاستراتيجية في مصر، وضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وأيضا رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين المصري. دكتور إبراهيم أهلا ومرحبا بك في CNBC عربية. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، سعيد يعني تماما أن أنا أتواجد معكم عبر قناتكم الغراء. يشرفنا دايما وجود حضرتك، وخلينا نبدأ بما أننا تحدثنا عن السلع الاستراتيجية في مقدمة هذه الحلقة، فبالتأكيد على رأسها القمح، ونحن الآن في موسم حصاد القمح. ما هو المستهدف بالنسبة للحكومة المصرية من الإنتاج المحلي، وما سيتم جمعه من المزارعين خلال هذا الموسم؟ تعرف أن سلعة القمح بتحتل المكانة الأولى ضمن السلع الاستراتيجية على مستوى الدولة المصرية، لأنها أكثر سلع استهلاكا. إحنا بنستهلك ما يقرب من 21-22 مليون طن من الأقماح سنويا، سواء أقماح محلية أو مستوردة. نسبة الاكتفاء الذاتي للأقماح وصلت لدرجة تتعدى 50%، وبالتالي الباقي يتم استيراده من الخارج. التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج الأقماح يسير على قدم وساق. كان فخامة الرئيس بيفتتح منذ أيام قليلة بيشهد حصاد القمح والموسم، والموسم في عزه. إحنا الحقيقة بنستهدف كدولة وكحكومة رقم 4 مليون طن في هذا الموسم. هذا نفس اللي تم جمعه العام الماضي في العام المنصرم بالضبط، وبنستورد ما يصل إلى 4-5 مليون طن. الموسم الماضي كان حجم التوريد جيد، الموسم ده حجم التوريد جيد جدا، وصلنا إلى منتصف المستهدف، وده شيء جيد للغاية، يعني تقريبا 2 مليون طن ويفوق. يعني ويفوق، احنا تقريبا استهلكنا تمويني ما يقرب من 750 ألف طن شهري لإنتاج رغيف الخبز، وانت عارف ان حصل تحركات سعرية في سعر النقل والنولون والشحن ويعني التأمين أيضا، فبالتالي مراكز التكلفة تغيرت بالنسبة لهذه السلعة. فكان توجه الدولة أن تزود حجم الإنتاج وتتوسع رأسيا وأفقيا. حجم الهادر والفاقد بقى قليل للغاية بعد الصوامع، لدينا ما يقرب من 75 صومعة على مستوى الجمهورية تابعة لشركة قبضة للصوامع، وشركة قبضة للصناعات الغذائية والشركة العامة. فبالتالي انك انت تكون حريص في تداول هذه السلعه، مع الاخذ في الاعتبار عدم هدرها، ما كان يحدث في السابق قبل وجود هذه الصوامع كان عندنا شون ترابيه، كان عندنا في نسبه هدر كبيره، عندنا بناكر، فنسبه الهدر كانت كبيره. الحقيقه كنا حريصين جدا وتحوطنا في هذا الامر بشكل متميز، وبالتالي حتى الهناجر والبناكر والشون أصبحت حديثة وقابلة لاستقبال الأقماح بشكل متميز مع تقليل الفاقد، إضافة إلى الصوامع الجديدة اللي هي بساعات تخزينية الحقيقة كبيرة، مع دخول كمان الصوامع الحقلية اللي هي بتصل إلى 10,000 طن التخزين، فأصبح لديك الحقيقة كفاءة في تخزين سلعة القمح. طيب أنا عايز أعود للإنتاج نفسه. نعم. ليه نفس المستهدف بتاع العام الماضي، على الرغم من أنه المساحات المزروعة زادت، وأيضا أصبح سعر توريد القمح من المزارعين ارتفع متميز، وأصبح يعني من 875 مغري بالنسبة لكثير من المزارعين جنيه الحقيقة في سعر توريد الأرداب. مش كده بس، السنة دي أو الموسم دوت ما كانش فيه قيد أو شرط. تعرف الموسم الماضي كان هناك التزام من قبل المزارع والتاجر أنه هو يورد كمية محددة وهي ثلث حجم الإنتاج، إنما هذا الموسم فتحنا هذا الأمر لأن السعر متميز. الأربعة مليون طن عشان تتوافق مع الساعات التخزينية الموجودة، أنا مش عايز أخد كميات، أنت مقيد في الآخر بالساعات التخزينية، فمرتبط. أنا عندي لغاية 5 مليون طن ساعات التخزينية، سواء في الصوامع أو الهناجر أو البناكر أو الشون الحديثة، بتقدر تستوعب حتى
5 مليون طن ساعات تخزينية. فبالتالي أنا ببقى بتحسس أنا احتياجاتي قد إيه، ولكن لو حصل زيادة في التوريد ده شيء جيد جدا، لأن ده هيقلل حجم الاستيراد من الخارج في ظل تخبطات الأسواق العالمية. احنا هنستورد تقريبا من 4 إلى 5 مليون طن هذا العام في الوزارة، نعم كوزارة التموين كدولة، غير بقى طبعا القطاع الخاص اللي هو بيستورد لأغراض أخرى يعني. إضافة لهذا طبعا احنا بنعمل مشروع كبير يضاهي مشروع الصوامع، وهو مشروع المخازن الاستراتيجية لتخزين السلع النهائية تامة الصنع التي تصرف في المقررات التموينية. أنا سآتي على ذكر هذه المخازن. مستبق الأحداث شوية. لا، هناك كثير من الملفات يعني، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الداخلية وقطاع اللوجستيات، يعني كثير من الملفات. ولكن حتى نبقى في القمح، تم تداول القمح في البورصة المصرية للسلع، كيف تقيمون هذه التجربة؟ وأيضا تلاها تداول الذرة، حجم الإقبال وحجم أيضا التداول في هاتين السلعتين. الحقيقة إحنا بدأنا في التداول في نوفمبر من العام الماضي 2022، وإحنا عندنا على مستوى الجمهورية ما يقرب من 156 مطحن. الحقيقة اللي تقدم للشراء على المنصة الخاصة بالبورصة المصرية للسلع ما يربو على 130 مطحن، فأنت تقريبا غطيت 90% وأكثر من السوق. صحيح. وبالتالي قدرت تعمل توازن في السوق في هذه السلع. العارض في هذه المرحلة هي هيئة السلع التموينية، بيبقى هناك جلستين في الأسبوع لسلعة القمح. الحقيقة احنا وصلنا النهاردة إلى ما يتعدى 600 ألف طن تم تداولها، تم تداوله عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وبالتالي الأسعار هي أسعار عادلة، لم يحدث أي برايس هايك أبس في الفترة اللي فاتت أو زيادات سعرية، وهتلاقي أن السعر مستقر تماما، في حين أن في بعض الحبوب والغلال الأخرى حصل الحقيقة تذبذبات سعرية كبيرة. يعني نبص على الصويا، نبص على الذرة، لما الذرة كمان تم طرحه عبر منصة البورصة المصرية للسلع كان الطن الذرة بيتداول ب 19 و 20 وتعدى هذا الأمر. النهاردة وصلنا إلى 13 ألف جنيه في السوق، يعني وأنا قاعد مع حضرتك النهاردة بتجيلي الأرقام، وصلنا إلى 13 ألف جنيه للطن، فحصل انخفاض. لما الذرة انخفضت كجزء رئيسي من أعلاف الدواجن مش كده، فانخفضت أسعار الدواجن وانخفض بالتالي بيض المائدة. ده بسبب أنك أنت عملت معالجة الاقتصادية لمجموعة من السلع اللي هي بتتداول بحجم كبير في السوق، وبيبنى عليها صناعات كثيرة وصناعات كبيرة، فبالتالي تدخل الدولة بأذرع اقتصادية كأداة وآلية الخاصة بالبورصة المصرية للسلع، فبيحصل انضباط للأسعار في السوق. ما هي السلع الأخرى التي يجري الآن بحث إضافتها وتداولها في البورصة المصرية للسلع؟ الحقيقة كان هناك دراسات قام بها المختصين، مثلا كنا بنتكلم على واحد من ضمن الأشياء، بنتكلم على الرز، على الفول، على السكر، على الذهب، على القطن، على الردة. ففي الحقيقة مجموعات سلعية بيتم انتقائها ودراستها وتحليلها قبل الإعلان عن تداولها. بناخد وقتنا في عملية الدراسات عشان تبقى المبادرة مبادرة ناجحة. عندما يحدث التداول يكون هناك زخم من المشترين أو أطراف المشترين على البورصة المصرية للسلع. يعني بنتكلم تقريبا على 5 إلى 6 سلع؟ نعم، يعني يمكن القطن كنا قطعنا فيه شوط كبير ما لحقناش هذا الموسم، إنما إن شاء الله الموسم القادم هناك تنسيقات مع الجهات المعنية لطرح سلعة القطن على المنصة الخاصة بالبورصة المصرية للسلع. كان هناك دراسات للردة أيضا، وانت عارف احنا من ضمن أدوات التحفيز ان المزارع النهاردة او التاجر لما بيورد الأقماح بيبقى له نسبة من الردة، ده يعني بسعر مميز 80 جنيه الحقيقة للكيلو. فبالتالي الحقيقة انت عملت نوع من التوازن السوقي فيما يتعلق بالعرض والطلب والسعر. ولكن بالتأكيد دكتور إبراهيم الأمر لا يقتصر فقط على السلع الاستراتيجية، ولكن السواد الأعظم من السلع في مصر شهدت قفزات سعرية كبيرة، حتى أنه بعضها وصف بأنه وصل إلى مرحلة الانحرافات السعرية. ما هو دور وزارة التموين في ضبط الأسواق وضبط هذه الانحرافات السعرية لبعض السلع؟ حصل انحرافات سعرية لأسباب عديدة. واحد، اضطرابات سلاسل الإمداد على مستوى العالم، مراكز التكلفة لكثير من السلع تغيرت، التضخم، سعر الصرف،
فبالتالي حصل انحرافات سعرية مفهومة ومبررة. إضافة إلى ذلك حدث نوع من نوع من المضاربات على بعض السلع دون تسمية هذه السلع، فبالتالي حصل اختلال سعري في السوق، وبالتالي أنت قريب جدا من السوق، بتراقب السوق عن كثب. كانت مهمة وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هي تبص من حيث الأولوية إلى الشريحة تحت مظلة الدعم، 72 مليون من المواطنين تحت مظلة دعم الخبز و64 مليون تحت مظلة دعم السلع، فبالتالي ده كان البرايم تارجت بتاعك أو المستهدف الرئيسي المواطنين اللي هم. هل كان الهدف توفير المزيد من المعروض أم خفض الأسعار؟ الاثنين الحقيقة. أنت دايما عندك ميزان، أول أو الأولوية الأولى بالنسبة للدولة المصرية هي وفرة السلع في الأسواق، ما يكونش في نقص في سلعة ما، دي الأولوية رقم واحد. أولوية رقم اثنين النظر في أسعار تداول هذه السلع في الأسواق المختلفة، سواء في السوق اللي هو تحت مظلة الدعم والمستفيدين من الدعم، أو السوق في القطاع الخاص السوق الحر. فبالتالي تدخل الدولة بأدوات اقتصادية ما بعد أزمة كورونا وخلال أزمة كورونا حدث نوع من التوازنات. حصل طبعا بعض الانفلات السعري لبعض السلع بسبب الأشياء اللي أنا ذكرتها، مضاربات، حبس سلع، ولكن برضو التدخل من قبل الحكومة ومن قبل الدولة بأدوات اقتصادية لضبط هذه الانفلاتات السعرية وعودة الأسعار إلى التوازن. إلى أي مدى تتأثر الأسواق في مصر بالأزمة السودانية، وخاصة ما يتعلق باستيراد اللحوم من السودان؟ إحنا كان يعني عندنا علاقات وما زلنا لدينا علاقات طيبة مع الجانب السوداني، وانت عارف السودان يعني من أكثر الأسواق توريداً للحوم. التأثر بسيط للغاية، يعني كاد يكون منعدم، لأن هذه المنطقة اللي بيأتي منها اللحوم هي منطقة ليس فيها أي نوع من النزاعات، ولكن تحوطاً اتخذنا قرارات ان احنا ننوع مصادر الامداد وان يكون هناك اكثر من منشأ، ولعل حضرتك سمعت على دول زي جيبوتي وزي الصومال وزي تشاد، فانت بتؤمن مصادر امداد هذه السلع الهامه، خصوصا انت مقبل على العيد كل سنه. بس واردات من السودان لم تتوقف؟ لا لم تتوقف، وزي ما قلت قبل كده في تصريح سابق ان احنا عندنا ما يقرب من 4000 5000 راس في المجازر، فالسبلاي او الامدادات تسير بشكل جيد. ومع هذا قلنا فلنأخذ في الاعتبار التحوط في سلاسل امداد اخرى واضافه مناشئ اخرى لتوريد اللحوم، لان اللحوم محليا تصل الى تقريبا 57-60% من الاستهلاك، وبالتالي انت بتستورد جزء كبير من اللحوم. دكتور إبراهيم، أنا سأواصل معك هذه المقابلة، ولكن اسمح لي بعد الفاصل. مشاهدينا سنذهب الآن إلى فاصل، وبعده نعود لنواصل هذه الحلقة من حوار الأسبوع، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل هذه الحلقة من حوار الأسبوع، وضيفنا فيها هو الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وأيضا رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. دكتور إبراهيم أهلا ومرحبا بكم من جديد. أهلا، تشرف بكم دايما. كما يقولون رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، وأسعار الذهب في مصر خلال الآونة الأخيرة شهدت قفزات غير مبررة كبيرة وربما غير مبررة. برأيك إلى أي مدى ساهم قرار الحكومة المصرية بالسماح للقادمين باستيراد الذهب في تهدئة أسواق الذهب في مصر؟ الحقيقة بعد الإعلان عن القرار في اجتماع مجلس الوزراء الماضي يوم الأربعاء، كان هناك يعني نشر لهذا القرار في الجريدة الرسمية، وعند نشر القرار الحقيقة أصبح هذا القرار نافذ. كان الحقيقة تداعيات هذا القرار جيدة للغاية، لأن الحقيقة كان مبادرة طيبة لطرح
الذهب في السوق المحلي وقبول الواردين إلى المنافذ المختلفة في جمهورية مصر العربية، سواء المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية، باستخدام الذهب سواء سبائك أو جنيهات أو مشغولات دون قيد أو شرط، إلا في الجزء الخاص بضريبة القيمة المضافة أو الفاليو ادد تاكسس بالنسبة لي المشغولات ونصف المشغولات، ودون سقف الحجم الواردات، ودون أي سقف. وعملنا ويفينج للـ5% اللي كانت بتمثل حقيقة رقم كبير على واردات الذهب، وعملنا هذه المبادرة لمدة 6 شهور ثم يحدث مراجعات. إنما الحقيقة عقب الإعلان مباشرة عن هذه المبادرة الحقيقة وأصبح أسعار الذهب في السوق المحلي ينخفض. أنت لو بص على العقود الآجلة للذهب في أمريكا مثلا حصل انخفاض، في حين أن في مصر كان بيحصل هو كان بيصير عكس الاتجاه العالمي تماما، كنا بنصير بشكل عكسي، وكان الموضوع عرض وطلب. أنت عارف القطاع المصرفي بعد ما تقدم بمبادرة السعر الفايدة على الشهادات بسعر يعني الحقيقة متميز، ثم انتهت هذه الشهادات فأصبحت سيولة بديل في السوق كبيرة وصلت إلى 800 مليار خرجوا من القطاع المصرفي. هذا الخروج لهذه الأموال تبحث عن ملاذات آمنة، وكان الحقيقة الطلب على الذهب وصل إلى أضعاف ما كان عليه الأمر العام الماضي، فأصبح المعروض ثابت والمطلوب متضاعف، فحصل الحقيقة فقاعات سعرية كبيرة جداً، حصل بعض المغالاة، حصل مضاربات الحقيقة في هذه السلعة، ولكن عقب الإعلان مباشرة أصبح السوق بيشهد انخفاضات كل ساعة والتانية. بس هل الانخفاض ده بسبب وفرة معروض؟ لأنه لا أعتقد أنه أصبح هناك وفرة في المعروض، هو مجرد الخبر ونشر الخبر. خلي بال حضرتك الجزء السيكولوجي النفسي المبادرة هدت الناس، قال لك الله خلاص ده الذهب هيبتدي يخش دون قيد او شرط، فالتعجل في المشتريات للذهب انخفضت خلاص. انت عرفت كده ان المعروض خلال الفتره القليله القادمه هيزداد، فشهيه الناس او يعني توجهها للشراء اصبح منخفض، مش كده؟ فبالتالي استقرت الأسعار وانخفضت. دعني أنتقل بك للملف الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وهو رغيف الخبز. يمكن خلال الفترة الأخيرة كان هناك دراسة أعلنت عنها وزارة التموين لبيع الخبز المدعم لغير المشمولين ببطاقات التموين، إلى أين وصلت هذه الدراسة؟ الحقيقة الدراسة يعني بتنتهي، وكما أعلن معالي وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن أن هناك جهات أخرى تتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. خلي بالك في جزء طبعا تكنولوجي وبلاتفورمز، تنسيقات عرضية الحقيقة مع أكثر من جهة، فالجزء التقني في هذه المبادرة الحقيقة كبير، وإحنا ما زلنا بنستمر في. بس الفكرة لا تزال موجودة. نعم، لم تلغى. الفكرة موجودة لم تلغى الحقيقة. يعني أنا عايز أقول كمان أن وجود هذه السلع على البورصة المصرية للسلع كانت الحقيقة لها شق إيجابي، أن لو ما كانش القمح تم تداوله على البورصة المصرية للسلع لكنت رأيت يعني تقلبات سعرية في المكرونة، في المخبوزات، في سلع قائمة على الحلويات مثلا وهكذا. فتدخل البورصة المصرية للسلع من خلال هيئة السلع التموينية كبائع لهذه السلعة عمل تهدئة للسوق. المبادرة الأخرى إتاحت مبادرة للغير مشمولين بالدعم، أنك أنت يكون لديهم بطاقة لشراء الخبز من المنافذ التموينية. عندنا ما يقرب من 32 ألف مخبز تمويني الحقيقة، فهو هذه المنافذ وانتشارها على مستوى الجمهورية قادرة على طرح رغيف آخر لغير المشمولين. بس إمتى بتتوقعوا أنه يبدأ؟ والله شوف، هيبقى من السابق لأوانه أن أنا أذكر تاريخ أو أحدد تاريخ، إنما الدراسة ما زالت الحقيقة يعني أقول في نهايتها. أنت بتحاول تعمل حوكمة كمان للمنظومة، فكر أنك أنت مش تطلق المبادرة
وشأنها، إنما أن يكون هناك محددات لحوكمة هذه المنظومة. طيب الآن مع زيادة أسعار السولار مؤخرا، تكلفة إنتاج رغيف الخبز في مصر كم تبلغ الآن؟ زي ما قلنا 95 قرش هي تكلفة صناعة الرغيف حتى بعد زيادة أسعار السولار. نعم نعم، ولم نحمل هذه الزيادة على المواطن. الرغيف بخمسة قروش، يتحصل المواطن تحت مظلة الدعم على خمس أرغفة، فالدولة تكفلت بهذه الزيادة على عاتقها. الشق المهم جدا في هذه المنظومة ان احنا بندرس كمان تحول هذه المخابز الى الغاز وكهرباء بديلا عن السولار. فالحقيقة انا شايف ان التوجهات والاجراءات اللي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بمنظومة الخبز هي إجراءات هامة جدا لحوكمة هذه السلع الاستراتيجية. إجمالي الدعم، يعني كنا بنتحدث في فترة سابقة عن 90 مليار جنيه دعم. زاد مخصصات الدعم في موازنة الدولة من 90 مليار إلى 127.8 مليار، عشان تعرف زي ما قلنا أن توريد الأقماح كان 875 بقى 1500 النهاردة، مش كده؟ الزيادات السعرية التي طرأت على كثير من السلع المستوردة من الخارج، فكان لازم يكون هناك compensation أو تعويض جراء هذه الزيادات. فبالتالي في موازنة الدولة تم تخصيص 127 في الموازنة القادمة 2023-2024. نعم، وبالتالي هتقفز مخصصات الدعم في سلعة الخبز من ما يقرب 55 مليار إلى 90 مليار. شفت الزيادة؟ فده مبرر أنك أنت كنت تروح لوزارة المالية وتزود مخصصات الدعم الموجهة إلى المنظومة الغذائية. طيب الملف الذي دائما يثار حوله الجدل هو ملف الدعم العيني والدعم النقدي، وهل الدولة ستتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؟ هل هناك دراسة لهذا التحول إلى الدعم النقدي، أم أنه الأمر ربما غير مطروح خلال هذه الفترة؟ ليس هناك نية بالمرة للتحول في شكل الدعم الحالي للمقررات التموينية والخبز. وأنا بقولها قولا واحدا، وأنا دايما بقول بالفم المليان، ليس هناك توجه من قبل الحكومة في تعديل نظام الدعم الموجود حاليا. الدعم العيني باقي، لا يعني تغيير عليه. الدعم العيني كما هو. طيب أذهب بك لملف التجارة الداخلية، المستودعات الاستراتيجية، وأيضا المناطق اللوجستية. لديكم خطة طموحة خلال 2023، تفاصيل هذه الخطة وحجم استثماراتها. الحقيقة احنا بنحاول ننتشر في صعيد مصر بشكل مكثف. احنا كنا الفترة السابقة كنا بنركز خارج القاهرة او العاصمة، وابتدينا الحقيقة في محافظات بحري والدلتا وخلافه، وابتدينا كمان نخش في محافظات الوجه القبلي. يعني النهاردة عندنا في الفيوم، عندنا في الأقصر، عندنا في كمان على ما أتذكر بني سويف، بنبص كمان على أسيوط والمنيا. في مبادرة يعني بننظر إليها مع محافظة أسوان أيضا. هناك تنسيق بيني مع معالي وزير التنمية المحلية لتوفير هذه الأراضي، وإحنا بنقوم بالترويج لهذه الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية لمشروعات بعينها، سواء أسواق جملة، أسواق نصف جملة، مناطق لوجستية، مناطق تخزينية، ومراكز تجارية. أنت بتغير في ثقافة المجتمع بوجود هذه الأنماط التجارية. يعني الغربية كان طرح المشروع في 2017-2018، وصلنا إلى نسب تنفيذ مع المطور وصل إلى 90%، استثمارات تصل إلى 7 مليار فقط في هذا المشروع، أنشطة تجارية متنوعة وصلت إلى 18 نشاط تجاري، ما بين مباني إدارية، ما بين سوق نص جملة، ما بين مركز تجاري، شورومز لسلع زي السيارات، أماكن ترفيهية. فالحقيقة طب هي كلها استثمارات محلية ولا في استثمارات أجنبية؟ لا، يعني المشروع اللي أنا ذكرته في الغربية ده استثمار أجنبي. هناك في المنصورة في محافظة الدقهلية
مشروع إحدى الشركات العربية الخليجية على مساحة 46 فدان. عندنا كمان الهايبر ماركتس اللي دخلنا فيها شراكة مع شركة اللولو وهيئة المجتمعات لبناء مجموعة من الهايبر ماركتس، والحقيقة خلاص انتهينا من البناء كورا شل. فالحقيقة هناك زخم. المرة يعني الماضية كنا بنتحدث كمان على نفاذ السلاسل التجارية من القطاع الخاص في المنافذ الحكومية، وكان لنا تجربة جيدة جدا إن القطاع الخاص والسلاسل التجارية الخاصة تدير وتشغل بعض منافذ الحكومة، وده شيء جيد جدا للارتقاء بمستوى الخدمة، زيادة حجم المعروض السلعي. فالحقيقة إحنا في منظومة التجارة الداخلية لا نألو جهد، الحقيقة هناك تشجيع من فخامة الرئيس للمضي قدما وزيادة حجم الاستثمارات، وكان تداعيات هذا الأمر أن قطاع التجارة الداخلية من لوجستيات وتجارة جملة وتجارة تجزئة ومخازن وخلافه ساهم فيما يقرب من 23% من إجمالي الناتج المحلي. نتكلم على 478 مليار دولار هو إجمالي الناتج المحلي أو الجي دي بي بتاع مصر. الكونتريبيوشن أو مساهمة قطاع التجارة الداخلية الحقيقة كان له الجزء الأكبر اللي أنا ذكرته. فبالتالي هل لديكم تقديرات لحجم الاستثمارات اللي هتم تنفيذها في هذا القطاع خلال العام الجاري؟ الحقيقة الاستثمارات كلها بتتم من قبل القطاع الخاص. القطاع الخاص هو شريكنا في هذا الأمر، وده بيتوافق مع توجه الدولة في وثيقة ملكية الدولة. يعني خليني أقول لحضرتك رقم أكيد، إن خلال السنوات الخمس الماضية لدينا ما يتعدى 20 مشروع، وأنا بتكلم على مشروعات كبيرة الحجم وكثيفة رؤوس الأموال. وصلنا إلى 60 مليار جنيه من الاستثمار على مدى خمس سنوات، على مدار خمس سنوات. والحقيقة لو أنا بقارنها بالسنوات الخمسة التي قبلها فليس هناك وجه للمقارنة. إن شاء الله في الفترة القادمة بنحاول في الوادي الجديد أن يكون هناك استثمارات في أنشطة تجارية. بنبص كمان على بعض مدن جنوب سيناء أن يكون هناك مناطق لوجستية ومساحات تخزينية. فأنت يعني عملت نوع من التغيير في ثقافة البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر. دكتور إبراهيم أنا أشكرك كل الشكر على هذه المقابلة. شرفت بك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حوار الأسبوع، وكان معنا فيها الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع وأيضا مساعد أول وزير التموين المصري. لنراكم في حلقة قادمة، في أمان الله. We'll be right back.